بغيتو تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غنبداو من عند كيبورج الجوزاء اللي ما هي كيشير هاد اليوم لبعض الفوضى والاحباط، لكن عزيمتك القويه غتساعدك على التغلب. عاطفيين الرومانسيه كتفرض نفسها اليوم، وغتكون ايامك المقبله مفعمه بسعاده كبيره جدا. صحيا تجنب جدا التشنج، فقط تصابوا به على الرغم من حيويتك وديناميكتك. غنتقلوا الان عند برج الثور اللي مهني كتنجح في اختبار صعب كان كيقلقك وغيتوقف عليه مصيرك المهني. عاطفيا تواصل الشريك معاك مهم لكما، لكن التساهل احيانا كيعقد الوضع وغادي يوصلكم الطريق المسدود. صحيا الاجواء الايجابيه المحيطه بك غادي تشعرك بالراحه وتنعكس على وضعك الصحي. مع برج الحمل فمهنيا لا داعي للتذمر والتشاؤم، غادي تصير امورك المهنيه على احسن ما يرام. عاطفيا كيفاجئك الحبيب اصطحابك الى مكان رومانسي بعيدا عن اجواء الضجه وهموم العمل. صحيا المحافظه على الصحه السليمه مهمه جدا والقرار بين يديك. اما برج السرطان فمهنيا كيسهل عليك هذا اليوم الاجواء والاتصالات، وغادي يبشرك بربح مادي او ببعض الانجازات اللي كتخدم مصالحك. عاطفيا التعامل مع الشريك بقلة الاحترام غادي يهدد مصير العلاقة، خصك تسارع لتدارك الأمور قبل تفاقمها. أما صحيا محاولة خداع نفسك والآخرين بأنك تمارس رياضة ترتد سلبا عليك. أما برج العذراء فمهنيا يحاول أحد الزملاء في العمل أن يوجهك نحو طريق صحيح ويحذرك من بعض المغرضين، فلا تغضب عليه. عاطفيا خبر سعيد، فعلى الصعيد العاطفي غادي يوصلك لعدم التنازل عما يجول في فكرك وغادي يشعر به قلبك. صحيا وضعك الصحي اكثر من جيد، حاول تحافظ على وتيره هدوءك واستقرارك. برج الاسد مهنيا قد يجعلك هذا اليوم تجد طريق الفضل لتحسين امورك المهنيه والوصول الى النجاح اللي كتمنى. عاطفيا كتخلق جو رومانسي مع الحبيب وغادي تمضي معها اوقات ممتعه غادي تنسي كل هموم. صحيا حاول تنفيذ بعض المشاريع الترفيهيه والمسليه وتبني بعض الافكار المتطوره الصحيه. برج الميزان مهنيا كيحاول احد الزملاء في العمل يوجهك نحو الطريق الصحيح وغادي يحذرك من بعض المغرضين، فلا تغضب عليه. عاطفيا خبر سعيد، على الصعيد العاطفي غادي يوصلك لعدم التنازل عما يجول في فكرك ويشعر به قلبك. صحيا وضعك الصحي اكثر من جيد، حاول ان تحافظ على وتيره هدوئك واستقرارك. برج الجدي مهنيا يؤشر هذا اليوم الى الارباك وغادي تشعر بالتشاؤم على الرغم من بوادر النجاح. عاطفيا ركز على علاقتك بالحبيب، ما تفكرش في اي شيء اخر قد يؤثر فيها او يزعزعها. صحيح لا تتردد في الطلب الى الاصدقاء مشاركتك في رحله بريه لانها مفيده للجميع. اما برج القوس مهنيا يكتمل الحظ اليوم ويكون فرحك كبيرا جدا، ما قد يعني ان هناك تغيير لمصلحتك قد ياتي بصوره سريعه. عاطفيا ابحث عن علاقه جديه مع شخص تتفق معه ويبادلك مشاعر الحب ذاتها. صحيح تتوتر اعصابك قليلا وتشعر بالارهاق، استشر طبيبك وعمل بنصائح وتعليمات وغادي تكون انت هو الرابح. برج عقرب مهنيا ابتعد عن مضايقات الاخرين تسبب بالاذى لهم، انت لا تدرك عواقب ما تقوم به. عاطفيا كن مستعدا لمرحله عاطفيه اكثر تطورا مع الشريك. صحيا ترى المحيط حولك في سعاده وفرح في حين ان الكآبة تسيطر عليك. برج الحوت مهنيا يتحدث هذا اليوم عن تغييرات في اوضاعك الماليه، لكن الحظ لجانبك غادي تحصل على مكافاه ماليه لم تكن تتوقعها غادي تفرحك بزاف. عاطفيا ما تخليش الافكار المشوشه والسيئه تسيطر على علاقتك بالشريك. الان غنختم مع برج الدلو المهنيا، يقدر يؤدي عنادك مع بعض الزملاء الى الشعور بالياس من امكان تغيير وجهه نظرك. عاطفيا احترم عائله الحبيب وتقرب منهم، قيم معهم اطيب العلاقات باش تكسب المزيد من مودتهم. صحيا تقدر تكون معنويات منخفضه جدا وتشعر بالالم في هذا الوقت والضرب نفسيا. الى هنا كتهي ابراجنا هذا اليوم، غادي نخليكم تنطلقوا ان شاء الله غدا مع ابراج جديده. تبقوا على خير.